السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودائما معكم بالعلم تاقي الناطق رسمي لعصبة الدار البيضاء سطات، ونحن نتواجد عند أحد أبطال جمعية منتدى درب سلطان الطونديم أكرد يوسف حفيظ، أي تعدي أبطال مسابقة مدينة مسابقة تكانت، والأبطال ديالنا تعلنوا بالأوائل سواء جمعية منتدى درب سلطان وأيضا عصبة مدينة الدار البيضاء، ونشوفوا الأبطال ديالنا كيفاش كان الاستعداد ديالهم واش كانوا حاضرين في هذا المسابقة الأخ يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لهذا الطلقة ديال تكانت بصفة عامة كانت شوية يعني معصرة كيف تيقولوا، الحميمات بانوا ولو أنه ما كانش واحد لافيتاس يعني كيف تنقولوا اللي هي مرتفعة، ولكن الحمد لله الله ما خيبناش، بانت عندنا الحمامة الأولى مع يعني الربع ونص 30 دقيقة، وبالنسبة لباقي الحمام عاد باش بدا يعني كيتلاح بياسة بياسة، وهاد الطلقة هذه اللي كنعتبروها هي الأخرى بالنسبة للمسافة ديال النصف الطويل دومي فون، كانت يعني هي الختام ديال هاد المجهودات ديالنا في هاد المسافة ديال النصف الطويل اللي توجنا بها بالعون ديال الله سبحانه في المرتبة الأولى. وبدون شك يعني بما فيه اليقين ان الاخ ديالي حميد غادي يحتل فيها المرتبه الثانيه، وهذا كيجي تتويج لهذا العمل ديالنا في هذه السنه ديال 2015 2016، بانه احتل الاخ ديالي المرتبه الاولى بمرحله السرعه، وكنت انايا من وراه يعني المرتبه الثانيه مرحله السرعه، وهنا هذه المرحله ديال النصف الطويل يعني تبادلنا الادوار، خديت انايا المرتبه الاولى واحتل هو من ورايا المرتبه الثانيه، وهذا الشيء حنا ما كنتعناوش ما تنقولوش راه كنلعبوا او كنديروا او كذا، هذا الشيء كل شيء كنردوا الفضل ديال الله سبحانه وتعالى، ما عمرنا ما حلفنا على شي حد لان غادي نديو لي طاب ولا ما نخليوها لشي حد، كنتوكلوا على الله وكنديروا الامان في الله. الحمام هذا بنادم ما خصوش يحلف عليه، لانه واخا تكون حمامك مزيان وجاي داخل يقدروا يضربوه لك الصياده، يقدروا يضربوه صحاب القضبان، كتعرف الاهوال والمصائب اللي كتحيط بالحمام مسكين في الظروف ديال 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 الامتحان ديالو اللي كيتسمى الكونكور، وما بنعمة منك فمن الله. نشكرك الاخ يوسف اكراد، وشوفوا الطونديم ديالو حافظ اي تعدي حتى هو، اللي كيفاش غادي يقول لنا كيفاش كان الاستعداد ديالكم في هذا الاسبوع، وكيفاش استقبلتي الحمام الاخ حافظ؟ السلام عليكم. أخ بالعيد كنشكروك على الاستضافة ديالك، خويا الحمام كتلقى هذه شوية كتلقى شوية قاصحة، واخا كل الحمام قاوي مدخل كما قال لكم الأخ يوسف، وكان شوية دلي بير، الحمد لله اليوم راه دخلوا الحمد لله. كنتمنى من الله في المسابقة الجاية نكونوا أحسن إن شاء الله بحول الله، وكنتمنى كل التوفيق لكل مولوه هاوي حمام الزاجي إن شاء الله بالتوفيق الجميع. ونشوفوا الشقيق ديال أكرد يوسف اللي هو البطل ديالنا أكرد حميد، تا هو اللي غادي يقول لنا شي كلمة بحق الأخ ديالو أكرد يوسف والطونديم ديالو حافظ يتعدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنشكر الأخ بالعيد بعدا أولا على المجهودات اللي كيقوم بها وكنعدوا معنا والله يسمح لنا من عرضه. بالنسبه للاخ ديالي اكرد يوسف اللي معنا ابو عثمان، كنهنيه على المرتبه الاولى اللي احتلها على جداره واستحقاق مع الطونديم ديالو اي تعدى حفيظ، واللهم لك الحمد. بالنسبه لهذه الطلقه ديال تكانت كانت شويه كيقولوا حنا كنقولوا مفيطه، ولكن اللهم لك الحمد حنا كنستعدوا لاي طلقه، كانت سهله كنكونوا حاضرين، كانت مفيده كنكونوا حاضرين، حنا كان اي حاجه كنكونوا وجدوا لها اللهم لك الحمد. الظروف اللي مرت منها الطلقه كانت شويه صعيبه، كان الحمام دخل شويه في الاول كتبان فيه شويه طلقه، ولكن الحمد لله الحمام اللي بات راه باتوا الحمامات اللي باتوا الحمد لله الصباح دابا الحمد لله. تشكرك الاخ حميد والاخ حافظ، بغينا نشوفوا الحمام الاخ حافظ، جبنا الحمامه باش نشوفوها باش نوريو المشاهدين الكرام عمليه الكونترول عند هاد الابطال هادو
الطون ديما حفيظ اي تعدي اكراد يوسف. وبالنسبه للاخ اكراد يوسف كاين شي استعداد في هذا الاسبوع هذا؟ بالنسبه لما تبقى من المسابقات حنا دابا مقبلون على مرحله الطويل او الطويل الممتاز، نتمنوا على الله غادي نلعبوا الطويل وحتى الطويل الممتاز، هادشي ما ما ما, ما فيه شك، غير اللي كان شويه خلعنا في هاد الطلقه الاخرى ديال تاكيان اللي هي اخر طلقه بالنسبه للمسافه ديال النصف الطويل. يعني كنا شفنا الاخوان في جمعيات اخرين كيلوحوا التصاور ديال الحمام وكيوريونا الحمام كيرتاح في الهونغارات وفضل وكياكل وكيشرب وكيبين لنا التيوات ديال الماء وكذا، هادشي كيطمئن وكيفرح المولوع اللي هو في ديك الجمعيه. بعكس الجمعيه ديالنا حنايا ما لاحوا لنا تصاور، ما وراونا حمام، بقينا يعني هذاك النهار كله داز عندنا يعني بين اخذ ورد. في الليل عاوتاني بقينا كنحسبوا 100 حساب، كنقول واش الحمام ديالنا غادي ياخذ حقه بحال الحمام الاخر اللي استراح وكلا وشرب وتصور وشفنا الفيديوهات ديالو الى اخره. هذا كان فيه واحد النوع من التقصير من حيث الجمعيه ديالنا، ماشي الجمعيه ديالنا بالضبط ولكن جميع الجمعيات اللي مشاو في هذا الكاميو، بحيث كنتصلوا الاخوه اللي لاعبين في الجمعيات اللي معنا سواء في الجمعيه الحداويه سواء في الجمعيه البرنوصي الى اخره، راه سبعه الجمعيات اللي مشاو في الكاميو معنا كلهم كيقول لك اودي ما عندنا حتى شي خبر، وبقينا فوضنا الامر ديالنا الله سبحانه وتعالى وطلبنا الله والله ما خيبناش. ها الحمام ديالنا بان مع الحمام اللي كان مرتاح قسط من الراحه، لو ان الحمام ديالنا توفرات له هذوك الظروف غادي نقولوا الكلمه ديالنا اكثر فاكثر. هذاك الشيء اللي كاين الاخ يوسف، وشوفوا الحمامه اللي استقبلتوا في الديكلاراسيون ديالكم كما كتشاهدوا معنا في الصوره هذه، الحمامه المعلنه عند الابطال ديالنا الطونديم اكراد يوسف حافظ اي تعدي. بالنسبه لهذه الحمامه الاخ يوسف شنبوره كبيره. بالنسبه لهذه الحمامه هذه اللي ذكر هذا، هذه هي الباقا ديالتو اللي كنديكلاريو بها ديما، هذا صافي غادي نحبسو. علاش؟ لانه عنده ثلاثه ديال البروميانات، عنده بروميانه في شيشاوه، عنده بروميانه ذاك العام في ولاد جرار، وعنده بروميانه هذا العام في الجمعيه ديالنا بالنسبه لهذ الطلقه ديال تاكانت. يعني اذكر اللي بين على على المكانه ديالو وعلى الجداره ديالو، الله يجعل شي بركه غدا قطريه ما ارقام. وهذاك الشيء علاش بينت انا الباقا ديالو، بالرغم من ان الناس ما كيبينوش البيقال كيخافوا الحمام اللي يتشد لهم في الطريق، هذا صافي جاب الحريه ديالو وجاب الاستقلال ديالو، هذا ان شاء الله غادي يدخل للخدمه البروديكسيون. الحمد لله حمامه ممتازه من نوع الرفيع، تشكرك بزاف. اخر كلمه الاخ حميد قبل ما نغلقوا هذا الفيديو هذا. اخر كلمه كنقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على النتائج اللي حققناها، ولا كانت حضرا بفضل الله سبحانه وتعالى، وكنهني جميع منخرطين المنتدى درب السلطان باكملهم وباقي الجمعيات كاملين، اللهم لك الحمد والشكر وكنتمنى من الله المزيد. تشكرك الاخ حميم الشقيق ديال الاكراد يوسف بطل جمعيه منتدى درب السلطان، وتشكركم بزاف على المجهود اللي كتقدموا في صالح هذه الهوايه. تشكر الاخ حفيظ اي تعدي طونديم ديال اكراد يوسف ابطال جمعيه منتدى درب السلطان وابطال عصبه مدينه الدربيضاء في هذه المسابقه، وتشكروا جميع الاخوان ديالنا اللي كيشاهدونا عبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب وجميع الابطال المغاربه اللي كيتواجدوا في الوطن العربي اوروبا امريكا المملكه المغربيه، ولا ننسى ابطال الحقيقيين ضمن هذا الاسبوع هما ليكون فوير مرافقين الحمام. وشوفوا الاخ البطل ديالنا اكراد يوسف اللي غيضيف شي كلمه الاخ يوسف. غير واحد كلمه ختام، حنا بالدور ديالنا كنشكروا جميع جنود الخفاء اللي كيسهروا على التنظيم ديال هاد الطلقات وديال الحمام. يعني كاينين الناس اللي ما كيظهروش في الصوره بحال الناس اللي كيرافقوا الحمام، بحال الناس اللي يعني كينسقوا بعضياتهم اللي كيكونوا في عين المكان، بحيث كتكون هذيك الصفاره ديال الانطلاقه كينسقوا بعضياتهم. خاص الحمام اصلا يكون كلا، يكون شراب، يكون تقاد، كل شيء. يعني هاد جنود الخفاء كلهم كيرجع لهم الفضل الكبير في الانجاح ديال المسابقات، وختامه مسك. الحمد لله خدينا يعني هاد المرتبه الاولى ديال الدوميفون، والاخ ديالي راه هو في المرتبه الثانيه. من بعد كنكرر وكناكد من بعد ما كان هو في المرتبه الاولى في مرحله السرعه، وكنت انا في المرحله الثانيه، وان تنصروا الله ينصركم. تشكركم الاخوه اللي كيحضروا معنا في البلاطو عند الابطال ديالنا الطونديم اكراد يوسف حفيظ اي تعدي ابطال هذه المسابقه ديال مدينه تاكانت، وكما كتشاهدوا معنا في الصوره الوقت الجيد بالنسبه لهذ الابطال هذو.
ابطال جمعيه منتدى درب السلطان، وهذه هي المساحه المحيطه باللوف ديال هاد الابطال ديالنا الطونديم اكراد يوسف حفيد ايتعدي. الى هنا نستودعكم الله وفي امان اللقاء بكم مره اخرى ومع بطل اخر ومع مسابقه اخرى في امان الله.